الدي ان ايه دي الجينات بتاعتنا، كل واحد فينا ليه طبيعه جينيه. من اقل من 10 سنين ابتدوا يكتشفوا ان الجينات الحقيقه احنا كل حاجه عندنا جينوتايب فينوتايب، جينات وعوامل خارجيه مؤثره بتبين الجينات دي. فابتدوا يدخلوا الموضوع في الرياضه، في العضلات، نوع العضلات عامل ازاي، التمرين نوع التمرين يبقى عامل ازاي لكل شخص، هل ياخد تمرينات تحملات اكتر ولا تمرينات سرعات وقوه اكتر، سرعه الاستشفاء بتاعته، نسب حدوث الاصابه عنده، الفي او 2 ماكس او اللعيب ده يقدر تحسن ايه عنده في التمرين. احنا كنا فروم ذا سكراتش، انا ما كانش عندي اي معلومات، انا لما جيت الحقيقه ما كانش في اصلا اي معلومات، فدي كانت بالنسبه لي معلومات هي لوحدها ممكن ما تبقاش كافيه. الدي ان ايه ابتدى يتشهر قوي في العالم بعد سنه مع لويس اندريكي في برشلونه، اللي كان عنده كل ماتشات الموسم عنده فول سكواد، يعني كل ماتشات الموسم ما عندوش ولا لعيب غايب بسبب اصابه. بالمناسبه كمان الدي ان ايه كان بيساعدني انا شخصيا ان هو كان بيديني فايل غذائي لكل لعيب، كل لعيب يقدر ياكل ايه، الفيتامينز اللي محتاجها، ودي كانت بالنسبه لي نجده. يعني ما ينفعش احط اكل لكل الناس وانا عارف ان ممكن حد يتعب من الاكل ده او ممكن حد محتاج اكل تاني اكتر. فطبعا ساعدني جدا ان انا انديفيدولايز الحكايه دي، وساعدني اكتر واكتر ان احنا ننشر الوعي، كل لعيب يبقى عارف عن نفسه. كريستيانو رونالدو كان لسه في حوار قال مش كل اللعيبه عارفه عن جسمها، انا اعرف 100% عن جسمي. ففكره ان اللعيبه تبقى مايندد وتبقى عارفه معلومات عنها، امتى هياكل ايه ممكن يعمل له حساسيه ما ياكلوش، امتى هياكل ايه ممكن ياثر على وزنه، امتى ياكل ايه يقدر ياثر على ادائه او على البرفورمانس بتاعته، فده في حد ذاته ده كان بالنسبه لي انا مكسب، ان كل لعيب خارج عنده معلومات كافيه عنه. يعني فلان اللعيب الفلاني عنده نسبه حدوث الاصابه 70%، اوكي يبقى احنا لازم نراقب احمال اللعيب الفلاني، لازم يعمل تدريبات للوقايه من الاصابه اكتر من اي حد تاني. هي في الاخر معلومه وجات لي، لو انا اتصرفت كويس مع المعلومه دي انا هقدر يبقى عندي صوره كامله، او اقدر اعوض نواقص ممكن ما تكونش تجيلي. في لعيبه كتيره جدا بتتمرن وبتتمرن كويس جدا ورغم ذلك بيجي لها اصابات ورا بعض، لان معلومه زي دي ممكن تبقى ناقصه، ان هو اصلا جسمه قابل ان هو يحصل فيه اصابات كتير. انا هنا بتكلم عن الاصابات العضليه اكتر من اي حاجه تانية. برضو من التجارب اللي كانت تخلي الدي ان اي او دي ان اي مشهورين جدا كانت منتخب كوستاريكا في كاس العالم 2014، برضو كانوا في اوت اوف نو هاو، كانوا هم منتخب وكان في لعيبه من انجلترا عامله التست، وكان منتخب كوستاريكا كله على بعضه عمل التست. منتخب كوستاريكا في 2014 عمل نتائج مبهره، وصل دور 8، فكانوا برضو دوروا على الحاجات اللي عملها لقوا ان موضوع دي ان اي فيت. والحمد لله مصر كانت تجربتها كويسه جدا ورائده جدا، ابتو ان انا فاكر كويس جدا في الدوبينج في كاس العالم دكتور الاونجواي جاني لقيته عارفني بالاسم، قال لي انت فلان الفلاني محمد علي، قلت له يس ايوه، قال لي طب انا بعد اذنك عايز نتكلم نتواصل تقول لي اقدر استفيد ازاي من دي ان اي فيت، احنا لسه عاملينه وانا مش قادر املك الموضوع يعني. فحقيقه قعدت مع راجل وكلمنا مكالمه ساعه، وكان بالنسبه لي من الحاجات مصدر الفخر جدا، لان كمان اتغطينا اعلاميا وقت البطوله في انجلترا كويس قوي بسبب الموضوع ده، اتكتب عننا في الديلي ميل وفي كل الحاجات الكبيره ساعتها، سكواكا والحاجات دي كلها بسبب دي ان اي فيت. وكان في صوره مشهوره جدا للحضني في الديلي ميل عن الموضوع ده. محمد انا فاكر كويس جدا ان هو كان موقف ظريف قوي، كنا في رمضان وكنا لسه واصلين ايطاليا وبنستعد للتدريب الاول لينا في ايطاليا، وكنا كان الفطار في رمضان وكان ماتش ليفربول وريال مدريد وصلاح وقع، فهو مع لحظه الوقعه انا كان ليا تشخيص مبدئي، كل في الاوضه بصوا للعبد لله وايه كوبا، كان راجل هادي يعني مش شخص بيتوتر او بيظهر عصبيه، بس اكيد كان في ناس مهتمه تعرف الموضوع ماشي ازاي. انا ساعتها شخصت ان الموضوع في المفصل، هو مش مفصل الكتف، هو مفصل ما بين عظمة الترقوة وما بين عظمة لوح الكتف اللي هو احنا دايما بنشاور عليه هنا، وتمنيت ان ما يكونش لا سمح الله حصل شنخ او كسر في عظمة الترقوة، لان دي كانت معناها ان باي حال من الاحوال محمد مش هيلحقنا. انا دايما بقول يلحقنا واحنا اللي هو منتخب مصر. الحظ كويس جدا ان كان في اتفاق من شهر 4 مع روبن بونز اللي هو الفيزيوثيرابيست اخصائي العلاج الطبيعي بتاع ليفربول، ان هو هيبقى موجود معانا في كاس العالم. وكنا بنتكلم طول الفتره دي من 4 لحد يوم الماتش ده، احنا بنتكلم دوريا على الاقل مرتين في الاسبوع، وده كان بيحصل ما بيني وما بين، احنا كان معانا مدرب لياقه او مدرب قوه بدنيه حاجه اسمها سترينث اند كونديشننج اس ان سي، اسمه جون كايلي، ده راجل ايرلندي بالمناسبه، الراجل ده دلوقتي هو المسؤول عن اصابات العضله الخلفيه في نادي برشلونه،
وكان معانا لوران بانوك، ده بروفيسور بتاع تغذيه، بتاع نيوتريشن، بتاع تغذيه رياضيين، سبورتس نيوتريشن. كنت طلبت يجوا بدري وجم من معسكر سويسرا، فكان التواصل اسهل. روبن علشان كان الاتفاق تم في شهر 4 بس، قريب قرب من كاس العالم، فكنت بحاول يعني ايه اكلمه دورين عشان نبقى متفقين هنعمل ايه بالظبط. من شويه الخبره اللي عندي كنت شخصت الموضوع من الاشعه العاديه، وبقى عندي معلومه كامله 100% ان محمد عنده اصابه من الدرجه الثانيه في الكتف في المفصل اللي قلت لك عليه، وان هو من اسبوعين لثلاث اسابيع وهيبقى متاح. احنا كان يوميها الديت على اول ماتش بالظبط 21 يوم. رتبت مع محمد ومع باشمهندس ابو الهيطه وقتها، ورحنا لصلاح اسبانيا. اتفقنا الاول ان هو هيكمل في اسبانيا مع روبن، وحطينا بروجرام وبعتناه ليه، وهو طبعا كان عنده حاجات هيعملها. ورحت لمحمد وفحصته وكشفت عليه بالسونار، والراجل كان بيبعت لي ديلي صور وفيديوهات للي بيتعمل، ولقيت ان الموضوع ماشي كويس، واتفقنا هيجي امتى وهيلبس ايه، ويعني اتفقنا على كل حاجه. من اول لما شفته بقى في اسبانيا كنت تقريبا خلاص قررت ان هو بنسبه كبيره مش هيلحقنا اول ماتش. ومستر كوبر سالني قبل ماتش الاوروغواي، قال انا عايزه ال 15 دقيقه الاعلام هيصورهم، عايزه يتمرنهم، عايز منتخب الاوروغواي يوصل له ان محمد هيلعب. وفعلا انا فاكر ان الاوروغواي بدات بكاسيرس اللي هو باك رايت، لعب ناحيه الشمال عشان محمد، وقال لي هسيبه على الدكه، بس كنا متفقين تماما. حتى مستر كوبر كان راجل ذكي جدا ومهذب جدا جدا جدا، قال لي انا هطلع في منتخب صحفي اقول ان ده قرار بتاعنا مع الدكتور. قلت له طبعا مفيش مشكله خالص، يعني انت ما كنتش محتاج تستاذني في حاجه زي دي. قال لي لا، عشان تبقى الامور واضحه من الاول. وكان حتى الكلام مع محمد ان شاء الله اجهز لماتش روسيا باذن الله تعالى. طبيا كان محمد يقدر يلعب تمام، بس هنحط في الاعتبار ان محمد كان بقاله فتره اسبوعين ما بيتمرنش. يورجن كلوب لما اتسأل قال هو ممكن يكون كان جاهز 95-96%. أيا ما كانت النسبة ايه، هي من وجهة نظر 100%، من وجهة نظر 95%، من وجهة نظر كلوب 95%، بس هو في الآخر انت في البطولات اللي زي دي اكيد اللعيب كان عايز يلعب من اول ماتش، واحنا حاولنا نشتغل على قد ما نقدر في الوقت ده. وحقيقة مش هقدر انكر ان روبن ساعدنا جدا. انا مش فني، بس انا بالارقام مايند بالارقام. فكان محمد متوسط الجري بتاعه في الموسم بتاعه مع ليفربول في الماتش كان قرب ال 9 كيلو. محمد عمل معانا في ماتش روسيا 10 كيلو و200 متر. فده معناه ان محمد جري وعمل المجهود البدني المطلوب. بس الناس طبعا ليها احكام وجمهور له حكمه، بس انا في الاخر مش هقدر اعمل غير شغلي كدكتور اللي انا اعرفه بس. الاصابه كانت في الكاحل، وهو محمد كان جاي فاكر ان هو يقدر يتحمل على الاقل اول ماتش يعديه ويلعب تاني ماتش، بس الحقيقه كان الموضوع صعب. هو الحقيقه انا فاكر كويس جدا ان الخبر اللي طلع ان محمد مصاب. محمد انا كنت بتابع الاصابه بتاعته قبل ما يجي المعسكر بحوالي 10 ايام، لان هو فعلا مصاب مش مجهد ومحتاج يرتاح. هو الحظ جه ان هو الفتره دي كانت فتره 10 ايام. وانا فاكر كويس محمد لما جه على فكره هنا كمان كان بالاتفاق مع اندي مساي اللي هو دكتور ليفربول ان هو اول لما يجي لك لو تقدر تعمله اشاعه يبقى كويس جدا. وفعلا محمد لما جه عملنا الاشاعه، وكان كمان باين جدا من الاشاعه، بعد الاشاعه كمان قلت له محمد انت مش هتلعب ماتش كريستال بالاس، يعني نو واي، ما تحاولش. وفعلا محمد لعبش كريستال بالاس. انا ما بعرفش اعمل غير شغلي كدكتور. محمد كان مصاب وكان جاي ببريس، كان جاي ببوت اللي هو بنستخدمه احنا بدل الجبس. يعني اليومين اللي قعدوا في المعسكر قعد يتعالج ومشي من هنا على طول على حد تعالج طبيعي، ونزل قبل كريستال بالاس بيوم نص تمرينه. سؤال حلو جدا ومحدش سأله لي خالص قبل كده. بص، دي كانت فكرة بحث بيبر احنا انا شخصيا مشترك فيها مع الفيفا، ان ازاي ده يتعمل، ان ازاي هو بيتعمل هنا في مصر. الطريقه هقولها لك هي سهله جدا، بس هي ازاي ده يتعمل ريليفنت جدا ومظبوط جدا. هل يبقى في داتابيز او سوفت وير الحاجات دي تتسجل عليه اول باول، فانا باختصار هخش اكتب فلان الفلاني فهعرف الاصابه بتاعته عامله ازاي والاصابه بتاعته اللي قبل كده كانت عامله ازاي وكل ده، ولا هل مضطر اكلم دكتور النادي ودكتور النادي يكلمني، هل انا محتاج اكلم اللعيب ولا مش محتاج اكلم اللعيب. الحقيقه اللي بيتم دلوقتي على ارض الواقع هو اسهل من كده بكتير جدا، بس ده بيتطلب انك تبقى علاقتك بالناس كويسه جدا. فانا بالتالي لما لعيب بيصاب سواء محليا او محترف بتصل بالدكتور النادي بتاعه، بعرف التفاصيل الطبيه، بتصل من اللعيب اطمن عليه يعني. بس الحقيقه ما اقدرش اخد قرار بناء على
رأي اللعيب، بس اللعيب بيبلغني باللي حصل وبسأله بعض الأسئلة اللي علاقة بالإصابة حصلت إزاي وأنا ما شفتهاش. في حاجات بتبقى يعني واضحة جدا، يعني فعش لعيب بعت لي، في لعيب قريب بعت لي إن هو بعت لي الأشعة دي محتاجة عملية، فأنا الحقيقة مش شايف إن أنا مضطر أعطله وأجيبه لحد هنا علشان نحلف مع بعض إن هي محتاجة عملية، هي واضحة جدا. وفي حاجات لا ببص علشان دايما في المنتخب انت تحاول تشتغل بصورة اسرع او بصورة مكثفة اكتر، ممكن ميبي نقدر يلحقنا او ميبي يبقى في فرصة، او يعني ملهاش رولز معينة قد ما هي كل حالة مختلفة. الناس ساعتها قالت كابتن ناجي وعور ومش عور، كابتن ناجي ملوش اي دعوة بالموضوع. إصابة وتر أكيلس، لو عملنا لستة صغيرة باللعيبة اللي جالهم وتر أكيلس في العالم، بداية من ديفيد باكهام، زانيتي، كوتسليني آخر واحد في أرسنال، يمكن اللي كان براهم كان كاتورلا، صح بالضبط. بس برا كاتورلا هم كلهم مدافعين، لأن في الوقت ده كان باكهام بيلعب باك رايت. كوتسليني في أرسنال. في مصر هنا كان أحمد دويدار قبل جنش، وكان جنش، وللأسف شديد ربنا ربي يقومه بألف سلامة ويطمن عليه سعد سمير. المراكز دي في الملعب بتتطلب جامبينج كتير، قفز كتير. برضو الأكيليس إصابة منتشرة جدا في الباسكتبول في الـNBA، لأن دي ألعاب بيحصل فيها نط كتير، جامبينج أكشنز كتير. فمع الوقت ومع السنين الطويلة تراكمات ورا بعض بتحصل. جنش الإصابة حصلت إن هو جنش بيتمرن عادي خالص، نزل من جامب غلط، نزل يعني بدل ما بينزل على رجله في الوضع الطبيعي نزل وهي مفروده شويه، الوتر حصل فيه قطع. دي الاصابه حصلت بالظبط كده، وده اللي رد عن الموضوع ان هي مش بتيجي من التدريبات، بس هي في ناس معرضه اكتر لان مركزها في الملعب عامل حمل عالي او عامل تراكمات ورا بعض سنين كتيره ورا بعض، فده اللي حصل باختصار. يعني صعب قوي اكيد عشان يتقطع لحد خمسة لازم يخش بسكينه. هقول لك على اللي حصل معايا، عمرها ما حصل بالعكس خالص. ده يعني مستر جاري مثلا ما كانش يحب ننزل الملعب الا اذا كان في مشكله كبيره يعني، ومستر كوبينج لو هو يعني دايما كان يقول لي استنى ما تنزلش الا اذا في حاجه برضه. ساعات بحس كمشاهد ان ده بيحصل، بس الحقيقه ما اقدرش اقول خالص ان ده بيحصل، ما اقدرش اجزم ان ده بيحصل طبعا. انما في الكوره زي ما بقول لك انا كمشاهد ممكن يبقى ليا اراء، بس ما اقدرش. انا عمرها ما حصلت معايا في الشغل. لو حاسس ان جاستو بيضيع وقت، هو اصلا دي في القانون يعني في واقعة حصلت أظن مع الدكتور فريد رضوان في سيراميكا، وكان لولا ستر ربنا يعني، وبصراحة شطارة الدكتور فريد كان ممكن تحصل مشكلة كبيرة لما يلاقيه بيبلع لسانه في الملعب ومفيش دكتور عشان الدكتور طرد. بس برضه بصراحة يعني حاجة أنا آسف يعني حاجة تضحك يعني، شفتها مرة وأنا بتاع ناشئين في النادي الأهلي، شفتها كنا بنلعب فريق والحكم طرد الحقيقة الدكتور، بس ساعتها كان الحكم ذكي جدا إن هو طرده بره الدكة، بس قال له تفضل يعني قريب مكان معين علشان لو حصل حاجه تقدر تسعي في اللعيبه. قانونا ما ينفعش تطرد وما فيش بديل يعني، دي طبعا دي حاجه. تاني حاجه الحكام مثلا في افريقيا مقتنعين تماما ان دول الشمال بتضيع وقت، فبالتالي في موقف، والموقف ده انا اشتكيته يعني اشتكينا رسميا في اول ماتش في كاس الامم لما احمد حجازي كانت مناخيره مكسوره والدم مغرق الارض، والحكم كل همه ان احنا لازم نطلع بره ما نضيعش وقت. الحكم ده المفروض ان هو كان يصنف ان هو من احسن حكام في افريقيا وحكم النهائي، وانا قدمت فيه شكوى رسميه، وكان الرد بعد اول ماتش انه مش هيعمل كده تاني، يعني اللي هو احنا قدمنا الشكوى ان حصل كذا 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 كذا، ووريت صور ووريت الفيديو ان انا مش قادر اسعى في اللعب لان الحكم فاهم ان احنا بنضيع وقت. وكان الرد انه اتوجه له لفت للموضوع ده، والمفروض ان هو ما يتكررش معانا تاني، وفعلا في النهائي هو كان في اي اصابه كان بيديني وقت يعني. اتعرضت موقف تاني جوه البطوله ما كانش نيوم، لا كان حكم تاني وكان مديني وقت جدا، بس هو ده اتيتيود ملوش دعوه بجهاز الطبي، ده اتيتيود اللعيب واتيتيود. احنا بنوع كتير قوي، انا عمري ما شفت حكم بيستعجل الدكتور في انجلترا او في اسبانيا، عمري ما شفت حكم بيستعجل الدكتور خالص، بس لان الناس الاتيتيود بتاعها ان الجيم لازم يمشي. واصلا انا فاكر كويس جدا في كاس العالم اتكلمت مع الحكم بعد الشوط الاول، لان طارق كان في كاس العالم عندنا فيديو اسيستد ميديكال ريبلاي، كان روبن بونز كان قاعد فوق معاه ايباد بيعيد الماتش ابطا، فبيقدر يشوف كل حاجه اللقطات تانية ويعيدها ويقول لي في اير بيس. ف
فقال لي ان طارق واخد خبطه جامده جدا وطارق نايم على الارض دقيقتين. احنا بنلعب ناقصين طارق حامد, وطارق في الماتش ده لو ماتش اورجواي ما قدرش يكمل الماتش, اتغير في اول دقيقه في شوط تاني. الحكم كان رايه ان الخبطه دي لا تستدعي ان هو ينزل الجهاز الطبي. فهو الفكره كلها هو اتيتيود عام. انا مش شايف ان الجهاز الطبي ليه يد في الموضوع قد ما هو اتيتيود عام, فكره يعني اضاعه الوقت او فكره دي بالنسبه لنا هنا في مصر دي تول او اداه انت ممكن تستخدمها, بس هو الحقيقه ان في الكوره مش المفروض انك تستخدم الاداه دي خالص. ما عندناش رقم اللي هو عدد الدقائق الفعلي, بس كمان المعلومه اللي عندي ان عدد الدقائق الفعلي في اوروبا هو من 53 ل 65, من 53 دقيقه ل 65 دقيقه. انا فنيا مش هقدر اديك رايي, بس بدنيا او طبيا اكيد ان لما بنلعب فرق برتم عالي بنتعب. احنا دخلنا كاس الامم 2017 23 لعيب, طبعا لعبنا الفاينل كنا 17 لعيب منهم حارس مرمى واحد. البطوله كان ايامها في شهر واحد, وكانت مسابقه الدوري المصري حصل فيها زي تكثيف علشان نلحق ان هتقف بفتره طويله وقت البطوله. وفي الوقت ده الحقيقه ما كنتش لسه او ما كناش بنشتغل عموما بحسبه دقيقه للاحمال, وكان في الوقت ده عموما في العالم كله كونسبت جديد بتاع حاجه اسمها الاكيوت كرونيك ورك لود, ان هو الحمل مش بس الحمل بتاع التمرين او بتاع الماتش, هو حمل بتتحسب كل اربع اسابيع مقارنه باسبوع. وكان الكونسبت حقيقه جديد جدا, يعني انا يمكن قريت البيبر دي قبل ما او قريت البحث ده قبل ما اسافر على طول, ما قدرتش افهمه كويس او لان هو حاجه ليها علاقه جدا بالسبورت ساينس او بعلوم الرياضه, فما قدرتش حقيقه ادرك الموضوع. وكنا يعني ما بنشتغلش على حساب الاحمال بشكل صح قوي. ابتدى طبعا تحصل اصابات يعني اللي هي بنقول عليها تروماتيك او تصادميه, زي طبعا كانت اصابه مروان, كانت اصابه عبد الشافي, محمد انجلو علقت في الارض وحصل عبد الشافي حصل تمزق في الاربطه, مروان طبعا طلع في جامب ونزل على رجليه لفت. وفي حاجات تانية كانت اصابات عضليه طبعا, كانت بدايه باحمد الشناوي وبعدين عدينا بكوكا وبعدين محمد النني بعد ثالث ماتش. احنا الحمد لله كملنا في البطوله وما قدرناش ربنا سبحانه وتعالى نكسب الفاينل, خسرنا في الفاينل وخرجنا رجعنا. الحقيقه ما كنت من تاني يوم مايندد جدا ان اللي حصل ده عمره ما يحصل تاني, وان اللي حصل ده لازم مش انا بس اللي اتعلم منه, لا لازم الكوره في مصر كلها تستفيد من اللي حصل ده. وفعلا احنا قبل البطوله انا يمكن كانت الحاجه الوحيده اللي انا شايف ان هي كانت ممكن تساعدنا شويه في الوقت ده, وده كان برضه كونسبت مش ناس كتيره في العالم لسه بتستخدمه, كان ان احنا نعمل تحليل دي ان ايه للعيبه, وعملنا دي ان ايه فيت. والحقيقه اتحاد الكوره دعمني جدا في الموضوع ده, واتفقنا على طول وعملنا التحاليل على طول. حتى انا فاكر ان الشركه عملت المحترفين في بلادهم, بعتت ناس لانجلترا وناس للبرتغال وناس في كل حته. استلمت حتى انا فاكر النتيجه قبل ما نسافر للجابون بيومين بالظبط. يعني في الاخر قدرت اجمع شويه معلومات فادتنا يمكن في ان انا كنت رايح وعارف ان انا عندي السكواد بتاعي 23 منهم 70% عندهم نسب حدوث الاصابه عاليه. ساعدتنا نعرف ان الاستشفاء بتاع اغلب المجموعه بياخد اكتر من يوم, بيحتاج حوالي 48 ساعه. واللي ساعدني اكتر من كل ده ان مستر كوبر كان حقيقه يعني بيثق فينا جدا, وكان بيطبق الكلام ده على طول مجرد ما بنقوله له. ساعدنا في حاجات, وفي حاجات تانية ما قدرناش نحصل على معلومات كافيه من حاجات تانية غير دي ان احنا نقدر نستفيد منها. احنا رجعنا يوم 6/2 يوم 17/3 قبل المعسكر اللي بعده اللي هو احنا لعبنا فيه التوجو ماتش ودي. كان هنا في ثلاث خبراء انجليز من الشركه من دي ان ايفت قعدوا معانا وقارنوا حتى الاصابات اللي حصلت لنا بالاصابات الفرق اللي عامله دي ان ايفت زي ريال مدريد وبورنموث في انجلترا, لان دول كانوا برضو اكزامبلز واضحه نعرف الفرق. والحقيقه اللي كان اسعدني جدا في الوقت ده ان كان موجود في القعده دي الجهاز الفني بالكامل, وكنا حتى القعده دي كانت المفروض ان هي مقدر ليها 3 ساعات, احنا قعدنا يوميها 6 ساعات, كل واحد حط الانبوت بتاعه وحاولنا نستفيد قدر المستطاع, وابتدينا نشتغل ونحسن ونطور ان ده ما يحصلش تاني. والحمد لله لا الموضوع فرق جدا, يعني انا لو بقارن بانجري ريتس او بنسب حدوث اصابه 1.4 اصابه في اليوم الواحد في كاس الامم, وصلنا في كاس العالم ان احنا كنا 0.4 يعني 4 في اليوم الواحد. ووصلت في كاس الامم الافريقيه الاخيره في 2019 في مصر ان 0.2 من حدوث اصابه في اليوم الواحد, ودي نسب حتى مقارنه بالنسب العالميه الحمد لله مرضيه جدا. ويعني كاس الامم 2017 كانت بالنسبه لنا الحقيقه درس كبير جدا, وكنت دايما حريص ان احنا ما نقعش في اي غلط او خطا من اللي وقعنا فيه. في كاس الامم لعبنا مباراه وديه واحده قدام تونس, ولعبنا 6 ماتشات في البطوله, فكان الاجمالي 7 ماتشات في معسكر تقريبا كان 37 يوم.
في كاس العالم احنا لعبنا 6 مباريات، 3 مباريات تحضيريه قدام الكويت وكولومبيا وبلجيكا، ولعبنا ضد يونغوي وروسيا والسعوديه، فكانوا 6 ماتشات في 36 يوم انكلودنج رمضان، انكلودنج سفر طويل جدا بتنقلنا ما بين مصر والكويت وايطاليا وبلجيكا ومصر وجروزني، وانكلودنج كل ده كان الحمد لله ان المعدل نزل من 1.4 الى بس الحمد لله 4.10. ممكن في حركه غلط، ما هي في الاخر الاصابات العضليه احنا بنقسمها برضو لحاجات تروماتيك ودي حاجات اوفر يوز، الحاجات الاصابيه او التصادميه او التروماتيك. على سبيل المثال لو لعيب خد خبطه مباشره ده ممكن يعمل اصابه، او لو حاجات فيها اوفر يوز عضله فيها اجهاد وتشدت زياده شويه فبيحصل اصابه. لاسباب الاصابه فيها كذا كذا سبب، منها قوه العضلات، منها العوامل الداخليه زي الاتزان يكون مثلا النظر كويس والاتزان كويس والحاجات دي كلها ليها ان ما يكونش فيه اصابات سابقه، فيها الاجهاد وفيها ارضيه الملعب في كل العالم. هو دي في حاجات تانية طبعا، منها السن ومنها المركز ومنها حاجات كتير زي ما كنا بنتكلم مثلا عن اكيلس، بس الملعب طبعا سبب وسبب موجود. وده على سبيل المثال ان الابحاث لما كترت قوي عن ارضيات النجيل الصناعي رغم ان هي ارخص واسهل في التنفيذ، ابتدت دول زي فرنسا على سبيل المثال ما فضلش فيها غير ملاعبين نجيل صناعي، ابتدت الناس توقف استخدام ده لانه بيعمل اصابات بعد شويه. في جيل كتير كده من اللعيبه اللي بيجين عندهم مشاكل في الركب بالذات كتيره شويه، لان هم اعتادوا اللعب على من هم صغيرين على ملاعب الخماسي اللي هي كانت منتشره جدا في ليبيا. ف الملعب حاجه مهمه او سبب رئيسي من اسباب الاصابات. الملعب المثالي يعني ممكن يبقى استاد الامارات مثلا يعني ما تقدرش تقول ملعب مثالي، هو الملاعب في اي حته في الدنيا ليها مواصفات. احنا في كاس العالم في روسيا كنا بنتبلغ في الاجتماع الفني بطول النجيله قبل الماتش، بطول النجيله ومواعيد رش الملعب كنا بنتبلغ بيها. في مؤتمر بتعمل في عن الفوتبول ميديسن، بس يعني هو طب كرة القدم، بتعمل كل سنة اسمه ايزوكايناتيك جروب، مؤسسة كده بتعمله مع الفيفا كل سنة. السيشن كلها 4 محاضرات بيتكلموا عن السبب العامل النفسي في تكرار إصابة الرباط الصليبي. فالناس وصلوا up to ان هم عاملين ابليكيشن وكوستشنير اسئلة لأي لعيب يرجع من إصابة الرباط الصليبي لو ما جابش سكور معين في الاسئلة دي ما يرجعش. من ضمن العوامل اللي بيعملوها او الكرايتيريا ان هم يرجعوا لعيب تاني يلعب بعد اصابه رباط صليبي ان يكون السكور بتاعه فوق 7/10 في الاسئله دي. اتكلمت كمان مع السبيكر دي بعد هي كانت دكتوره من امريكا، دكتوره علاج طبيعي من امريكا، اتكلمت معاها بعد خلصت المحاضره قالت لي اي معلومه برضه يعني نفس فكره اي معلومه هتفيدنا اللعيب اولى ان هو يستفيد بيها، وقالت لي نسبه ضخمة جدا، قالت لي ممكن يكون 35% من اسباب الاصابة التانية بالرباط الصليبي هي بسبب عوامل نفسية. والطب الرياضي بيبقى الرعب الاول بالنسبة لهم دلوقتي بالذات في كرة القدم اصابة الرباط الصليبي التانية ساكن دي سي ال، لان اصابة رباط صليبي واحدة ممكن تضيع موسم، التانية هنبقى دخلنا في موسمين. فكل البريفنتيف ميجرز او كل البيبرز وكل الابحاث طالعه عن ازاي نقي ونحمي اللاعب من ان هو يحصل اصابه رباط صليبي في سواء في نفس الرجل او في الرجل الثانيه. ليه؟ لان النسبه عاليه جدا، نسبه ضخمه جدا، 25% من اللي عمل عمليه رباط صليبي في اول 5 سنين بيجي له اصابه يا في نفس الرجل يا في الرجل الثانيه. وده ممكن يكون يفسر لنا حالات كتيره احنا شفناها وقلنا ان الاسباب حاجات كتيره تانية غير ان هو اصلا ده اللي هيحصل، ان هو في الاخر ربع الناس اللي بتعمل عمليه رباط صليبي ممكن يحصل لهم اصابه يا نفس الرجل يا الرجل الثانيه في اول 5 سنين من العمليه. حصلت في مصر كتير جدا وحصلت بتحصل في العالم كتير جدا جدا جدا، هي ليها تفسير علمي بس احنا كنا دايما بندور على حاجات تانية من ضمنها ان احنا بنقول ان الموضوع في عامل نفسي. هو طبعا في عامل نفسي بالنسبه ممكن تكون مش صغيره بس ستيل في عوامل اخرى. دي تالت مرة هقولها واحنا بنتكلم مع بعض ان ده رأي الناس، ما عنديش اي انديكيتور لده. احمد في اول ماتش في ماتش الافتتاح في الجابون حصل له شد من الدرجة التانية في العضلة الخلفية، في التراي انا شايف انه مستحيل يعور، يعني التراي نفسه صعب جدا اللي شال بيه الكورة، هو شال الكورة انقذ كورة كانت هدف محقق وعمل تراي صعب. انا ما اقدرش اقول خالص او اجزم ان هي كانت اصابة بسبب عامل نفسي. احمد لعب معانا ماتشات كتير، على سبيل المثال ماتش نيجيريا في نيجيريا او ماتش نيجيريا في مصر
مش فاكر خالص الحقيقه ان هو اتعور او اتصاب. ما عنديش حقيقه اي معلومه اقدر اجزم او اقول ان ده اصلا عامل من العوامل، بس هو في اراء بتتقال وفي الاخر اراء كجماهير او اعلاميين وعلينا احترامها، يعني كل واحد يقول رايه براحته يعني. طيب بصوا خلينا ما نعممش الموضوع على اللعيبه المصريين لانه ده في العالم كله. من الحاجات اللي كانت جميله جدا قريتها على في الجول يعني لستة العقوبات بتاعت فرانكي لامبرد. فرانكي لامبرد من ضمن العقوبات اللي كان بيحطها بارقام كبيره جدا، فلوس كتيره جدا، ان حد يمس جلسه علاج طبيعي او ان حد ما يعملش التدريبات المطلوبه منه الوقائيه. الجيم لو اتاخر على الجيم بيتغرم رقم ضخم جدا. لو نرجع بالذاكره موسم بالظبط لورا، بول بوجبا مع جوزيه مورينيو اتخصم منه بسبب ان هو كان عنده اصابه في العضله الخلفيه وطلب منه يعمل بعض التدريبات الوقائيه ما عملهاش، فبالتالي كان اتوقع عليه غرامه واتصاب تاني. اكيد اشهر قصه عثمان ديمبلي عنده مشكلة كبيرة ان هو مش بيعمل سلوكيات خاطئة اللي احنا كنا دايما حتى واحنا بنلعب كورة في صغيرين يعني كانوا يقولوا لنا لازم تناموا كويس ولازم تاكلوا كويس ولازم تشربوا كويس مية. لسه يعني حاجة ظريفة جدا لبرنس بوتينج قال ان دلوقتي لعيبة الكورة صغيرين في السن ومش بيجوا التمرين ويمشوا على طول، مش بيعملوا تمرينات إضافية، وانا نفسي عملت كده في وقت من الأوقات بس ده مش صح، هما لازم يشتغلوا على الموهبة بتاعتهم أو يعملوا المطلوب منهم. فبالتالي احنا في مصر زينا زي العالم كله، اكيد في سلوكيات صح وسلوكيات غلط. فكره الثقافه الطبيه او التوعيه هي بتختلف من شخص لاخر. طبعا احنا في لعيبه الحقيقه بتشرفت ان انا اتعاملت معاهم، لا ناس ذكيه جدا وناس شاطره جدا وناس يعني ثقافتها الطبيه او يعني الرياضيه هايله قويه جدا جدا جدا. يعني لو ينفع اقول اسم صراحه شريف إكرامي مثلا، شريف من الناس المثقف ما شاء الله جدا 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 ومريح، ده بيبقى لاعب مريح جدا في التعامل لان هو فاهم انا عايز منه ايه وهو فاهم كويس جدا ايه المطلوب منه. هي بتختلف على مستوى الثقافه زينا كلنا، يعني انا ممكن اكون بتكلم مع حضرتك وانت ثقافتك الطبيه كويسه، او بتكلم مع حضرتك وهتتكلم معايا وانا ثقافتي الطبيه مش كويسه. هي الفكره كلها بتختلف يعني فاريبل من شخص لاخر، بس طبعا في لعيبه هينين، في لعيبه ثقافتهم الطبيه ممتازه. التوعية احنا بنحاول على قد ما نقدر، انا دايما مش انا بس هو جزء دايما من ديوتيز او الواجبات طبيب الطب الرياضي ان هو الكونسلنج او الوعظ او النصح او التوعية طبعا في الجانب الطبي يعني. كان سؤال حضرتك عن ان في حد كان يعني تعبني مثلا في فترة العلاج في المنتخب او العكس، او ان في حد ساعدني جدا وانا ما توقعتش ان احنا هنلحق ولحقنا. كان طبعا القصة المشهورة جدا يمكن ما اتقالتش ابدا بالتفصيل قبل كده، بس النني في كاس الامم 2017 محمد اتعور قبل ماتش المغرب بيوم. تقدير الاصابة ساعتها اصابة في عضلة السمانة ان احنا محتاجين من قرب 10 ايام. ساعتها كان النهائي بعد 8 ايام. انني ساعد نفسه وساعدني اكتر بكتير ما انا اتمنى او ما انا اطلب، وفي نفس الوقت الحمد لله كان في تفهم كويس جدا من النادي بناء على الكلام اللي انا وصلته واللي انا قلته ان هو في ايد امينه وخلاص وتوكل على الله وجو اعمل اللي انت عايزه. يعني انني كان بيعمل كل حاجه، يعني لو مطلوب منه جلستين كان بيجي يعمل ثلاثه، بيعمل ثلج في الاوضه، بينزل بعد صلاه الفجر يعمل تمرينات في حمام السباحه. انني كفايه بس 10 دقايق تلج، يحط تلج تلت ساعه يعني. خلاص انني دلوقتي كفايه. لحد ما جينا قبل النهائي بيومين، انا شايف ان انا هديله جزء بس من التقسيمه وكفايه، وتاني يوم اللي هي التمرينه الخفيفه يتمرن. فتقوم اشوف انني يعني متعصب يعني وانا هنزل. ومستر كوبر جه قال لي اللي تشوفه اعمله، المهم خلينا معانا جزء من التمرين وشارك في الجزء، وابتدى في الجزء ده حتى يبتدي يشوط الكوره يعني جامد عشان يثبت للناس كلها ان انا الحمد لله بقيت كويس انا سليم. والحمد لله ما شاء الله محمد لعب والنهائي وجاب الجون بتاعنا الوحيد وعمل لعب 90 دقيقه ورجع النادي بتاعه لعب. انا ما عنديش حد متعب في المنتخب، بالعكس الناس كلها بتبقى دايما عايزه تجهز وعايزه تلعب. من الناس اللي بسرعه جدا جدا وحسام عاشور كان راجع من تونس مع النادي الاهلي عنده اصابه في الرباط الداخلي للركبه، واحنا عندنا مباراه الكونغو اللي هي هتاهلنا ان شاء الله لكاس العالم. فانا كان كلامي مع مستر كوبر كان المعسكر ده حوالي 9 ايام ان احنا ممكن ننزل حسام اخر يومين. الحقيقه حسام بعد
بعد ربع يوم كان في الملعب لدرجه ان هو بقى بيعمل في الملعب حاجات انا مش مصدقها. مباراه اوغندا عصام اتعور في الشوط الاول جزع في الرباط الداخلي ورجعنا هنا خسرنا 1-0 هناك ورجعنا هنا كنا في العيد فانا مش قادر اعمل له اكتر من السونار كان بيبقى معايا السونار بتاعي ما بقدرش اعمل اكتر من السونار كنت محتاج اعمل رنين ما قدرتش مفيش ولا مكان في مصر شغال كلامي مع كابتن ناجي ومع مستر كوبر ساعتها ان عصام صعب ياخد الماتش التاني عصام قعد معايا قال لي بص انا كويس قلت له انا عارف ان كويس بس يعني في حاجات كابتن عصام يعني مش هنقدر نعملها يعني فقال لي طب بعد اذنك بس احنا هنشتغل يومين كده ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله قلت له حاضر حقيقة برضو عصام يعمل تقويات في الأوضة يعني بالليل يقعد يعمل استشفاء في تلج لوحده كل الكلام ده خالص ممكن ما ينامش لو فاكر ان هو يكمل استشفاء او يزود استشفاء عشان وبعد يومين عصام نزل ملعب ولعب ماتش اوغندا وطلع كلين شيت فبرضو دي برضو من القصص اللي الواحد ما ينساهاش خالص حقيقة الرباط الصليبي الاسم جاي منين ان هما رباطين رباط الصليبي الامامي ورباط الصليبي الخلفي وهما كروشيتس يعني المتصالبين او المتعامدين متصالبين اكتر منها هو الرباط الصليبي الامامي بيبقى ماسك في عظمه الساق في اعلى عظمه الساق هنا من قدام بيمسك في الجزء ده من عظمه الفخذ وهو قدام تحت عند عظمه الساق اعلى الساق فبنقول عليه الامامي الخلفي هو بيجي من ورا من الجزء ده تقريبا وبيطلع يمسك في الكوندايل التاني في الجزء التاني من عظمة الفخذ الاتنين في الاخر بيبقى شكلهم لو بنيجي نشوف الركبة تشريحيا فبيبقوا عاملين كروس عاملين صليب عكس بعض الامامي والخلفي الاكثر شيوعا طبعا في الاصابة هو الرباط الصليبي الامامي في كرة القدم و70% من اصابات الرباط الصليبي بتبقى نون كونتاكت او بدون التحام هي اصابة بتحصل مني بسبب تغيير الاتجاه المفاجئ اللي بيحصل فالركبة ممكن بيحصل فيها تويست كرة من الالعاب اللي قلنا عليها بيفوتينج سبورت يعني فيها طعن كتير حركة الطعن دي بتبقى عبارة عن ان الركبة بتطلع لقدام والفخذ بيتني وده لو بصينا لحركة المدافعين الديفندرات نص ملعب او المهاجمين فدي حركة بتتعمل كتير جدا في اي وقت من دول مع كمان الديسيليريشن او ان اللعيب يكون على سرعة عالية وبتدي يقف فجأة كل دي حاجات مع تغيير الاتجاه بتسبب قطع الرباط الصليبي فالبيك فور في الكرة هم اصابات الحوض الجوين سواء هي إصابة في العظم زي التهابات عظم الحوض أو إصابات عضلية وهي أغلبها إصابات أوفريوز ناتجة عن أحمال زايدة وبعدين الركبة إصابات الركبة بالذات إصابة الرباط الصليبي وبعدين إصابة العضلة الخلفية اللي هي ممكن تكون بالنسبة لناس كتير إصابة عادية أو إصابة مش بنفس أهمية أو قيمة الرباط الصليبي بس الحقيقة أن العضلة الخلفية هي أكتر إصابة بتضيع وقت من اللعيب في الموسم هي إصابة العضلة الخلفية نتكلم ان تقريبا بتشكل 19% من الاصابات بشكل عام واخر حاجه هي الانكل دول البيك فور بتوعنا في الطب الرياضي المتعلق بكره القدم الرباط الصليبي مش الفكره بتاعته بس في الاصابه الاولى الفكره كمان في الاصابه الثانيه الابحاث والحاجات اللي بتتعمل والمدد اللي بتزيد بعد ما كنا بننزل لعيب بعد 6 شهور بقينا بننزله بعد 9 شهور بسبب ان احنا محتاجين نزود حاجات في التاهيل وفي حتى حاجات كوشنرز عشان نشوف اللعيب نفسيا جاهز ينزل ولا لا ودلوقتي الكلام كله ان انت تحاول تبتدي بادنج شويه انك تعمل حاجات في الملعب مش تمرينات ليها دعوه بالرياضه نفسها بس تعمل جزء من التاهيل في الملعب لان ده نفسيا شويه بيسهل على اللاعب العوده في الوقت المطلوب الرعب الحقيقي والبعبع الحقيقي هو الخلفيه والرباط الصليبي لان مهما التطور في العلم حصل علشان نعمل لهم تمرينات وقائيه تحمي منهم للاسف الشديد ان نسبهم مش بتقل بالعكس النسب بتبقى بتفضل موجوده بل وبتزيد كمان والدليل على كده ان في لعيبه كبيره جدا في دوريات كبيره جدا وبيحصل لها اصابات متكرره في العضلات الخلفيه زي مثلا عثمان ديمبلي في برشلونه اصابات الركبه لما بتيجي السكند دي سي ال المشهور قوي بالذات في نابولي بالذات مثلا على سبيل المثال اخر كام سنه كتير جدا بيحصل لهم اصابه واول ما يرجعوا بيحصل تاني في روما كان في ستروتمان وكان في فلورنسي في نابولي كان ملك وكان فوزي غلام ولعيبه كتير جدا بيحصل لهم موضوع واحنا عندنا في مصر الموضوع ده حصل كتير جدا بس احنا ما كناش بنفكر ان الموضوع ليه اساس علمي احنا كنا بنفكر ان
اصلها ضعيفه، اصله ما رجع بدري، اصل الحاجات الاسباب الاخرى يعني. بس الحقيقه علميا هي في 25% من الحياه بتتكرر في اول من سنه لخمس سنين. الرباط الصليبي الخلفي عملياته اصعب وعملياته نتائجها مش كويسه قوي زي الرباط الصليبي الامامي، ومش اصابه شائعه، بيحصل اكتر في الرياضات العنيفه الركبه زي السكينج زي التزحلق على الجليد، او بيحصل في الحوادث بقى لا سمح الله. انما في الكره يعني في ناس كتيره عندهم بيحصل اصابات في الرباط الصليبي الخلفي الحقيقه، وبنختار دايما الحل التحفظي لان هو في البيفوتنج مش بنفس اهميه الرباط الصليبي الامامي. القطع الجزئي يعني معناها ان ضفيره من دول اتقطعت، والقطع الكلي معناه ان الضفيرتين اتقطعوا. فاغلب لاعبين كره القدم حتى في حالات القطع الجزئي بنعمل تقويه او بنعمل اعاده بناء للجزء المقطوع، بتبقى المده بتاعتها راوند تقريبا نفس المده او ممكن بتقل شويه. التمرينات الوقائيه دي ممتازه وفكرتها صح جدا وكويسه جدا، انك ازاي تقدر تحافظ على الاتزان اللي ما بين العضلات الاماميه والعضلات الخلفيه. للاسف كان في وقت ما شائع ان العضله الاماميه هي اللي مهمه جدا للرباط الصليبي الامامي، الحقيقه العضله الخلفيه مهمه جدا، هي بتساعد الرباط الصليبي الامامي ان هو يحمي الركبه. فطول ما في الاتزان ده والبالانس ده وحاجات تانية لها دعوه بالاتزان نفسه، وحاجه اسمها بروبروسبشن يعني الاحساس بالمكان وبالارض، الحاجات دي كلها طول ما هي كويسه طول ما نسبه حدوث الاصابه ابعد. لا هي كلمه غضنيف كلمه عامه، هو حتى الركبه نفسها فيها غضنيف مبطنه واللي هي مبطنه المفصل نفسه، وفي الغضنف الهلالي اللي هو احنا اللي هو ده الشائع بالاسم اللي بنقول عليه الغضنف، وهم عباره عن غضنفين هلاليين، واحد داخلي وواحد خارجي. الخارجي هو بيبقى في الجزء ده وبيبقى مش ثابت قد الداخلي، الجزء الغضنف الداخلي هو بيبقى اقوى وبيبقى ثابت اكتر، نسب حدوث القطع متفاوته. كنا زمان بنشوف واحد اكتر من التاني، دلوقتي بنشوف الاثنين الحقيقه كتير. هو بيحصل مينلي بسبب تويست او لفه او بسبب اصابات مباشره، يعني لو حد وقع على رجله متنيه ده ممكن تحصل اصابه في الغضروف. وكان الترند الحقيقه في اوروبا بالذات ان نرجع اللعيب في اسرع وقت ممكن عن طريق ان احنا نشيل الجزء المقطوع. الايرا دلوقتي او الناس كلها بتتكلم ان بالعكس احنا نحاول نخيط او نحافظ على الغضروف اكبر وقت ممكن بالعمليات ان احنا نصلحه. ده بياخد وقت تاهيل طبعا اطول، بس في نفس الوقت بيحافظ على الرجل بشكل اكبر انه ما يحصلش فيها خشونه. وده برضه من الحاجات اللي المدد بتاعتها زادت، احنا كنا بنتكلم قبل كده عن 3 شهور و4 شهور، دلوقتي بنتكلم عن تقريبا 6 شهور. وارد جدا يحصل قطع في الغضروف، وده ممكن ده بيحصل كتير قوي يعني ان يحصل اصابه في الغضروف بس وما يحصلش قطع في الرباط الصليبي، ممكن يحصل قطع في الرباط الصليبي بس من غير ما يحصل اي قطع في الغضروف، وممكن تحصل اصابه يعني كونكوميتنت مع الاثنين مع بعض حسب شكل الاصابه نفسها حصلت ازاي. وتر اكيليس هو لما بتجتمع عضلات الساق اللي احنا بنقول عليها السمانه بتنزل تمسك في الكعب الرجل بوتر. الوتر ده اسمه وتر اكيليس، ودي قصه مشهوره جدا تاريخيا ان هو ده بيقال ان ده سبب حرب طروادة، وان ده اللي اتعلق منه اخيل واتسمى على اسمه يعني اكيليس وتر اكيليس. وتر اكيليس هو بالعربي العنقوب، فهو اقوى وتر في الجسم، هو مش من السهل ان هو يتقطع بصدمه مباشره، هو من اكتر الاوتار في الجسم، هو مع الوتر بتاع المدفى او وتر الصابونه اللي بيتاثروا بالاحمال او بتراكم الاحمال. مشهور جدا في العالم كله ان هو بيجي اكتر للمدافعين او لحراس المرمى لان دول اكتر ناس بيعملوا حاجات فيها جامبنج موفمنتس. مشهور طبعا في الباسكت بول جدا، لعيبه الان بي اي كتير جدا بيجي لهم طبعا اصابات في وتر اكيليس. لازم جزء من الشغل دايما في جانب الطب الرياضي والمعد البدني بتاع الفريق انه يكون بيعمل تدريبات وقائيه. طبعا ممكن كل ده يتعمل وفي الاخر تحصل اصابه، يعني ما حدش قال ان اللي بيتصاب مش بيعمل الحاجات دي كلها، لان في الاخر الاصابه ممكن تحصل زي ما اتفقنا بحركه غلط او بوقعه، ده ممكن وارد جدا ان هو يحصل. بس الطريقه دايما اللي في ايدينا نقدر نعملها ان احنا نراقب الاحمال بشكل عام، وان احنا نبتدي نعمل التدريبات الوقائيه دي بشكل منتظم طول الوقت. بنكمل بعض طبعا، ويمكن لما اتكلمت ان احنا النسب اتعدلت فده كان بسبب شغل كويس جدا 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 مع مخطط الاحمال، وكان وقت كاس العالم، لان احنا زي ما قلت لك كان جون كايلي اللي معانا اللي هو دلوقتي مسؤول عن تقليل الاصابات بتاعت الخلفيه او الهامسترنجز في نادي برشلونه. طبعا انت جزء كبير من الموضوع في اي حته في الدنيا بيبقى عندك حاجه اسمها السياسات الوقائيه بتاعتنا وسياسات الاستشفاء، جزء منها الريكفري كويس، وجزء منها النوم، الحفاظ على النوم بشكل كويس، وجزء منها النيوتريشن.
التغذية وجزء منها التمارين أو الجزء اللي بيقوم بيه السبورت ساينتست اللي موجود أو مخطط. على فكرة بالمناسبة هو مش لازم يكون العالم الرياضي اللي موجود السبورت ساينتست يبقى هو مخطط الأحمال، هو ممكن يكون مخطط الأحمال موجود يبقى فيه يعني ناس تانية بتساعده في هذا الموضوع. يعني في حاجة مشهورة جدا اسمها فيفا 11 بلس، ده بروجرام عملته الفيفا للأماكن اللي ما فيهاش إمكانيات عالية، إزاي مجموعة تمارين تتعمل لمدة 20 دقيقة مرتين في الأسبوع، هي عبارة عن تمارينات وقائية، وده سهل جدا إن هو يتطبق في أي مكان في العالم، بداية من فرقة ناشئين لحد فرقة بتلعب في أعلى مستوى. لو التمارين دي اتطبقت لقوا ان هي بتقلل الاصابات بنسبه 43%، ده رقم ضخم جدا، انك تقلل اصابات فرقتك نص الاصابات تقريبا، ده رقم عظيم جدا. في الجي بي اس لما بتعرف الحمل بشكل عام بتاعك بتاع التمرين، كل دي حاجات وقائيه تقدر تعملها علشان تمنع حدوث الاصابات العضليه. العضله الضمه هي مش عضلة ضمة، هم العضلات الضمة. العضلة الخلفية هي مش العضلة الخلفية، هي العضلات الخلفية. العضلة الضمة عبارة عن مجموعة من ثلاث عضلات، اللونجس والبنيفيس والماجنس، ثلاث عضلات، سواء كلمة لونجس هي الطويلة، بنيفيس القصيرة، ماجنس الضخمة أو الكبيرة، تمام؟ جزء منهم بيمسك في أعلى عظمة الفخذ، واللونجس دي بتمسك تحت خالص. ده بالنسبة للعضلات الضمة. العضلات الضمة من العضلات اللي بتحصل في كرة القدم أو ناحية الجوين دي، يعني بنتكلم في 23%. العضلة الخلفية مش مشكلتها بس في حدوث الإصابة، مشكلتها في العلاج، وانك ازاي تمنع ان الإصابة ترجع تاني او يحصل ريكورنس، اعادة تاني للإصابة، لان ده كومن جدا ومنتشر جدا في العضلة الخلفية. العضلة الخلفية هم برضو عبارة عن ثلاث عضلات، البايسبس فيمورس، السيمي تندينوزس والسيمي ممبرنوزس، دول ثلاث عضلات كبار اللي احنا دايما بترجمتها هي كلمة هامسترينجز، اللي احنا دايما بنقراها في الاخبار المترجمة اصابة في اوتار الركبة. هي عضلة مهمة جدا في الكورة، لان هي بتستخدم كتير جدا في السبرينتس، بتستخدم كتير جدا طبعا وقت التاكلينج او انك تجيب كورة من مكان عالي. انا فاكر كويس جدا كنا برضو في مؤتمر بتاع الايزوكيناتيك، وكان اتعرض 8 مواقف مختلفة كلهم حصل فيهم اصابات في العضلة الخلفية. بالنسبة للسؤال التاني بتاع الكلاسيفيكيشن او درجات ايه، هو احنا اللي احنا بنقوله ده هو ترجمة من العربي. الكلاسيفيكيشن او تقسيم درجات الاصابة هي كانت ماشية بريت واحد وباسامي معينة لحد سنة 2007، لحد ما ابتدى الدكتور بايرن ميونخ فولفغانج مولر يعمل تقسيمة جديدة خالص سماها ميونخ كلاسيفيكيشن، وابتدى يقسمها لدرجات وصل بيها لحد ممكن 7 درجات. وبعدين المجموعة اللي كانت موجودة وقت أولمبياد لندن 2012 نزلوا بعد كده بكلاسيفيكيشن أو بتقسيمة سموها البريتش أثليتكس، ودي تقسيمة تانية بدرجات تانية. ابتدوا بدل ما احنا بنقول شد أولى وتانية وتالتة، بقت واحد ألف وبيه وجيم، واثنين ألف بيه وجيم، وثلاثة ألف بيه وجيم، وفي ناس تانية ابتدت تدخل تقسيم بتاع الأشعاعات كمان. وفي التقسيمة اللي هي الأولانية اللي احنا أغلبنا بيتعامل بيها، هي الفكرة كلها مش انت عندك classifications قد ايه، هي الفكرة كلها ان انت يكون في terminology واحدة انت متفق عليها. يعني انا لما بكلم مثلا الدكتور محمد اسامة في نادي الزمالك او الدكتور خالد في محمود في نادي الاهلي او في اي مكان هنا في مصر، احنا متفقين على كلاسيفيكيشن معينة. لما بنقول شد من الدرجة الاولى فاحنا عارفين ان احنا قصدنا على حاجة معينة. ممكن لو انا بخاطب مثلا دكتور ارسنال بقول له ان دي مثلا جريد 2A according للبريتش اثليتكس، وطبعا في تقسيمة عاملها نادي برشلونة اتعملت سنة 2015 مع اسبيتار في قطر، ودي يعني معقده جدا لدرجه بصراحه ان انا لما ببقى مضطر اراسل حد من الانديه اشرح له الاصابه بالكلاسيفيكيشن دي لازم يكون معايا الهاند بوك بتاعهم. ما هو متعارف عليه في الملاعب ان في كرامب اللي هو شد لحظي وبيفك، ان في اجهاد اللي هو ما هياش ما تقدرش تقول ان هي اصابه في الياف العضله نفسها قد ما هي العضله كلها مجهده. في بعد كده الشد بنقسمه من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه. شد الدرجه الاولى هو وجود ممكن رشح في العضلات بس بدون اي قطع في الالياف بتاعتها. الدرجه الثانيه بيبقى فيه قطع في بعض الالياف بتاعتها. الدرجه الثالثه بيبقى فيه قطع كبير في الالياف بتاعتها. في ناس تقول تمزق وناس تقول ان هو شد من الدرجه الثالثه. في الاخر زي ما قلت لك هي بتختلف حسب الكلاسيفيكيشن او التقسيمه اللي انت بتستخدمه حسب انت بتخاطب بيها مين. ما اقدرش اقول لك مثلا ان الاصابه دي هتاخد اسبوع او هتاخد 10 ايام، لان في عوامل كتيره منها مثلا الفحص بالسونار، وبشوف حسب التجمع، في تجمع دموي، في رشح،
الكشف الطبي قد ايه وبكومباين الاثنين مع بعض وبقدر اطلع بنتيجه. حصل مع كامر وحصل في افتتاح كاس العالم 2014، وبسبب اللقطه دي في قوانين اتغيرت في اللعبه، ان اللاعب زق الدكتور وضرب ايده ونزل الملعب. وبسبب اللقطه دي القانون اتغير. احنا لما كنا في كاس العالم الاخيره واحنا نازلين لو شاورنا على الراس فالحكم هيفهم ان انا عندي 3 دقايق اقيم فيهم اللاعب، اساس فيهم اللاعب. لسه في مصر ما عندناش تكنولوجي ان احنا نراقب الاصابه حصلت ازاي، لان انت بصراحة مش سهل خالص انك جوه الملعب تشوف الإصابة حصلت بالظبط ازاي، بس لو انت معاك حد بيساعدك او حد شايف اللقطة تاني فبتقدر تعيدها كويس. في انجلترا ده شغال على طول طول الوقت، وفي انجلترا هما بيستفيدوا جدا من خبراتهم في الرجبي، لان الرجبي لعبة مليانة إصابات رأس، فحتى في انجلترا هما بيروحوا يعملوا أشعة ممكن يكون بالنسبة لنا احنا متأخر جدا. احنا على طول ممكن نروح نعمل اشعاعات نطمن بيها ان هم هناك عندهم بروتوكولز، وفي حاجه اسمها السكات 5، ده بروتوكول عباره عن مجموعه من الاسئله بتسالها للعيب جوه الملعب، وبناء على اجابته للاسئله دي انت بتسمح له ينزل تاني ولا لا. وستيل انت ممكن بعد ما يجاوب الخمس اسئله لو انت شايف اي علامه من العلامات اللي ما تسمحلوش ينزل فقرار للدكتور وبس. في تعديل هيحصل قريب جدا عن طريق الايفاب اللي هي اللجنه المباعيه المسؤوله عن تغيير قوانين كره القدم، ان شويه الكوره هتبقى شبه الرجبي في الحاجات دي، انك تقدر تعمل تغيير لحد اللعيب ما يتعالج وينزل تاني لو عايز، وانك لو اللعيب كونكاست هتاخده وتخش بيه اوضه اللبس وتعمله اسسمنت براحتك خالص في واحد مكانه بيلعب، والدكتور بس هو اللي ليه حق ان هو يصرح ان هو ينزل يلعب ولا لا. حصل موقفين، موقف ماتش النايجر في تصفيات كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، لعيب من النايجر خبط راسه واحنا شايفينه في الملعب حصل له ارتجاج، الحمد لله لحقناه، كان هيبقى على لسانه ولحقناه وحطينا الايروي، بس حقيقه ان هو ما كانش قرار، انا قلت الحكم هو مش هيحتاج يلعب، بس هو الحقيقه الجهاز الطبي المنتخب النايجر اعترض، وطبعا وحقهم يعترضوا اكيد، هم فاهمين ان انا بقول كده خلاص، هو الحقيقه الولد ما كانش فعلا، وفعلا اتغير بعد 10 دقائق. واحنا كان في مباراه اوغندا كان باهر محمدي، باهر مجرد ما نزلت الملعب الحقيقه لما سالته الاسئله جاوبها كلها وبسرعه جدا، فكان بالتالي يعني كنت اقدر اسمح له ينزل يكمل المباراه. هو احمد ما كانش ارتجاجه وما كانش اصابه راسه، احمد كان كسر في حاجز الانفي، وكان الحقيقه كان يعني كان صعب جدا، مش قادرين نوقف خالص النزيف للاسف الشديد، وانا كنت طلبت من المستشفيين ان احمد يبدل وهو ما يعني رفض ساعتها، وكملنا الماتش، والحقيقه لحد ما الماتش كمل ما كانش نزيف وقف، واحمد نفسه طلع بعد حجازي طلع بعد الماتش قال احنا ما اعرفش انا كملت ازاي، انا ما كانش المفروض اكمل، كان المفروض اسمع يعني نصيحه الدكتور. انا طبعا كنت متخوف ان يحصل لا سمح الله خبطه ثانيه كانت هتبقى فيها مشكله كبيره جدا. ومستر جيرن ثاني يوم قال انا كان لازم اطلعه، بس يعني ده وارد ان هو يحصل في كره القدم، ومواقف دي حصلت في كل حته، بس هو ده اللي حصل وقتها. انا فاكر بص انا ما اقدرش يعني في الاخر من الجاني ما اقدرش، ما فيش حاجه اسمها كده، هي الفكره كلها احنا كلنا مسؤولين. انا بالنسبه لي انا مساعد للمدير الفني، ما انا في الجابون كل الناس قالت ان احنا هو جهاز طبي، ده في ناس طلعت في النص قالت لازم يمشوا ما كملش البطوله حتى، يعني هي في الاخر لو انت بتاخد بالاسباب وبتعمل كل حاجه عليك هتقدر، زي ما قلت لك احنا كنا من 1.4 من 10 ل 4 من 10، انا في يعني ارقام تانية ضخمه جدا بس الحقيقه مش من حقي ان انا اعلنها، بس هي الفكره كلها ان هي مسؤوليه مشتركه. بس بالنسبه للي حصل في النادي الاهلي، هو اللي حصل في النادي الاهلي كان اكيد اللي انا متاكد منه 1000000%، ان النادي الاهلي واحد من انجح واشطر الاجهزه الطبيه اللي بتشتغل في مصر. النادي الاهلي عنده بروتوكول في علاج الاصابات زيه زي الانديه الاوروبيه بالظبط، والبروتوكولز دي هم اللي عاملينها، مش مثلا نقلينها من حد، هم عاملينها وعاملينها وبيمشوا صح جدا وكويس جدا. دكتور خالد محمود والستاف اللي معاه كويسين جدا جدا جدا. هي الفكره كلها ان سهل ترمي اللوم على شخص واحد، ده عموما في الحياه سهل جدا، بالذات ان الشخص ده مش هيتكلم. انا فاكر كويس جدا انا في الجابون مع كل اللي حصل ده، مش فاكر ان انا يمكن طلعت التصريح مره واحده، وغير كده انا ما بتكلمش في اي حاجه خالص في اي من الاصابات. انا مش شايف ان الدكتور صح ان هو اللي يطلع ويتكلم، في الاخر في اي فريق في الدنيا ليه متحدث اعلامي وليه مدير فني يقدر يطلع ويصرح بكل حاجه في الوقت اللي هو شايفه مناسب، انما فكره انك انت تتهم حد بعينه ان هو سبب في اصابات، لا طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. انك تقول ان الجهاز الطبي اثر في حاجه، الجهاز الطبي اثر في حاجه لو اللعيبه دي ما رجعتش في الوقت
المطلوب تنجع فيه، او كمان فكرة ان هو اتعالج غلط. مفيش حاجة اسمها اتعالج صح واتعالج غلط، في حاجة اسمها ان انت في وقت بتبقى محتاج وقت انك تشوف النتائج او تشوف اللي انت عملته ده هيجيب نتيجة ولا لا، وفي وقت تاني الامور هتطول. ما يعني على سبيل المثال نابي كيتا مثلا قبل كاس الامم الافريقية قيل في نادي ليفربول ان هو محتاج شهرين للعلاج، راح للدكتور بتاعه في سويسرا فقال له لا 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 انت قدامك شهر وهتلعب، وكانت النتيجة في الاخر ايه؟ كانت النتيجة في الاخر انه رجع وتصاب ورجع وتصاب و و و فهي الفكرة كلها لا هو تعالج غلط في ليفربول صح في ليفربول ولا غلط في سويسرا. انت الفكرة كلها انك بتحط كل الاسباب وكل المعطيات قدامك وتبتدي تشتغل عليها، مش بالعادة ان الاطباء بيطلعوا يتكلموا فبالتالي بيتنتشر اقاويل واجتهادات. هي ثقافة عامة واتيتيود زي ما قلت لك اكتر من احنا مش هنغير نكون، احنا كلنا زي بعض كلنا عندنا نفس الافكار. انا ممكن جدا كمشاهد وكمتابع بحلل حاجات كمشاهد ومتابع انها في الاخر غلط. هي ثيوري، هي نظرية، بيبر، بحث علمي اتعمل من واحد بتاع أوستيوباثي. أوستيوباثي بالعربي يعني بيبقى غالبا دكتور علاج طبيعي وبيشتغل في موضوع الأوستيوباثي ده. أوستيوباثي هو ازاي يقدر يحرك العظم كله بحيث انه يخلي الالايمنت او العظم كله مظبوط في مكانه. فالحقيقة هو البيبر دي اتعملت مع واحد دانت اسمه بتاع سنان، لقوا ان لما بيبقى فيه مشكلة في الأسنان فالأعصاب بتتأثر، ولما الأعصاب بتتأثر تبتدي الجسم يميل ناحية المكان اللي فيه الوجع، فبيبتدي تعالج انت مكان مثلا إصابة في الركبة وهي إصابة الركبة دي بسبب ان الجسم مايل للناحية دي والجسم مايل للناحية دي بسبب مشكلة في السنان، فبالتالي لما مشكلة السنان اتحلت قدرنا الجسم يتعادل تاني وقدر الوجع اللي في الركبة يروح. مدى صحة الكلام ده ايه؟ أولوفر ما تقدرش تعممه في كل مكان، بس من الوقائع الطريفة جدا ان كلمني دكتور منتخب نيجيريا في كاس الامم في ماتش بعد ماتش السيمي فاينل وسألني السؤال اللي حاجة بتسأله ده بالظبط، هل في 1 2 3 4؟ فقلت له الحقيقة هو في والبيبر موجودة، وبعتها له بحث معمول عن حالة او حالتين. ما بيبقاش حاجات دي الافيدنس بتاعها الدليل بتاع العلمي قوي قوي، بس ستيل هي حاجة موجودة. انا عندي قناعة شخصية انك اي حاجة تقدر تعملها تساعد اللعيب اعملها، انت مش تخسر اي حاجة. خليه يحافظ على النوم، خليه يحافظ على الاكل، خليه يحافظ على المية، ياكل الحاجات المطلوبة في الاوقات المطلوبة، يتمرن على قد ما هو قادر. في لعيبة كتير جدا بتتمرن زيادة عن المطلوب لوحدها، ده محتاج تفرمله او توقفه. في لعيبة تانية محتاج تاخده من ايده وتدخله الجيم عشان يعمل او يعمل او يعمل. كل الحاجات دي كلها في الاخر بتوصله ان هو اون تراك او على طريقه ان هو ما يحصلوش اصابات. انا بزعل جدا 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 لما اي لعيب يحصل له اصابة. حد يقولي طب هو انت السبب؟ هو مش فكرة انا السبب ولا مش انا السبب، فكرة ان في لعيب معايا تعور هيفقد وقته والفريق هيفقده. بغض النظر عن ان انا دوري ارجعه في اسرع وقت او في اقرب وقت، بس انت في الاخر بتبص للموضوع بنظره شامله شويه اكتر من ان هو خلاص اتعور مش هيلعب. لا، انا كنت مبسوط جدا 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 ان احنا في كاس العالم طول الفتره ما كانش عندنا غير اصابه واحده عضليه، عمر جابر، وعبد الله حصلت له اصابه في اخر ماتش، في ماتش عبد الله سعيد في ماتش السعوديه. يعني انا طلعت في الفتره دي كلها الحمد لله باصابتين بس عضليتين، وده كان بالنسبه لي شيء عظيم، شيء كويس جدا جدا جدا. في كاس الامم الافريقيه الاخيره باستثناء طبعا اصابه جنش ما كانش الحمد لله رب العالمين عندي مشاكل عضليه كبيره، كلها حاجات اجهاد وحاجات ما خدتش اكتر من يومين او 3 ايام بره. فده برضو شيء بيبقى بالنسبه لي انا كويس جدا، لان انا قدرت اساعد المدير الفني ان هو يبقى عنده مجموعه لعيبه، اكبر مجموعه من اللعيبه ممكنه يقدر ينافس بيه افكاره.